بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الحقيقة المسيح قال لي إن أنا أتكلم معاكم على الإنترنت. الحقيقة أنا شفت المسيح 5 مرات في حياتي. هو عايزني أتكلم معاكم، بقول له عايزني أقول إيه يا رب؟ قال لي احكي. فأنا هحكي لكم من البداية. لما كان عندي 5 سنين، ماما قالت لي ان العذراء مريم لما هي كانت حامل فيا شافتها في حلم وقالت لها في بطنك بنت وهتسميها سوريا. بعدها ماما نسيت الاسم لما انا اتولدت، لكن افتكرت الاسم تاني لما كانت بتعمدني فسمتني سوريا في المعمودية. ماما كانت بتعمل معنا حاجة مهمة قوي وإحنا صغيرين، كانت بتقول لنا إن في المعمودية بيجي جنبنا الملاك الحارس، والملاك الحارس ده فيه 3 درجات 3 مراحل لازم أخد بالي منهم خلال اليوم. لو أنا زعلت بابا وماما أو زعلت أخويا أو قلت لفظ مش مظبوط، الملاك الحارس هيزعل مني، مش هيحط لي بونبونية تحت المخدة. لو أنا كنت بنت هادية وبحافظ على كلامي وأسمع كلام بابا وماما وما ضايقش حد، الملاك هيجي هيحط لي بونبونية تحت المخدة كل يوم. ولو أنا عملت حاجة حلوة بحيث إن أنا بصلي، بحاول أحفظ ترانيم، بحاول أعمل حاجة ترضي ربنا وتفرح قلبه، الملاك هيجي ويحط لي شوكولاتاية تحت المخدة. كانت النتيجة ان انا اول ما بصحى الصبحية اقول صباح الخير يا بابا يسوع، وبسرعة اروح مد ايدي تحت المخدة اشوف الملاك حط لي ايه النهاردة. دي علمتني ان انا احسب نفسي كويس قوي قبل ما نام كل يوم واشوف نفسي عملت ايه خلال اليوم. في يوم من الايام ماما عيد قالت لي اطلعي هاتيلي الدواء من الدولاب، لان هي كانت راقدة في السرير. شديت الكرسي وطلعت عشان اجيب لها الدواء، لقيت عندها علبة بونبوني. سألتها ايه ده يا ماما، هو انت الملاك بيجيب لك بعلبة بونبوني كل يوم؟ يبقى اكيد انت بتعملي حاجات حلوة كتير. قالت لي اه، انا بكنس، انا بمسح، انا بطبخ. لقيتني بطلع لها جنب الحلة السخنة وعايزة اطبخ معيها، لقيتني بدلق لها مية على السجادة وعايزة اغسل لها السجادة عشان الملاك الحارس يفرح بيا. حاجات زي كده كتير. كنت كمان بسألها هو الملاك الحارس شكله ايه؟ كانت تقول لي هو ملاك منور وليه أجنحة طويلة. بس الحاجة كمان اللي لفتت نظري او اللي هي شدتني قوي ان الملاك ده ممكن يعدي من الحيطة، مش محتاج ان انا افتح له الشباك عشان يدخل منه. فبدأت اسأل نفسي طب انا ليه مش زي الملاك؟ انا ليه مش بقدر اعدي من الحيطة؟ المهم مع اسئلتي كتير وانا مصممة انا عايزة علبة بونبوني، لقيت الحل. فقالت لي اصلا انا بصلي بالاجبية، الاجبية هو كتاب 7 صلوات اليومية، ولما انت تكبري وتروحي المدرسة يعني الملاك هيجيب لك علبة بونبوني. بصراحة انا مش بكذب خبر. تاني يوم الصبح رحت رايحة وفتحة الباب وواخدة المريالة اللي هي التونيك بتاعت المدرسة بتاعت اخويا الاكبر مني، وكانت مدلدلة مني في الارض، فروحت لابساها وفتحة الباب بتاع الشقة وخارجة منه. كانوا كلهم لسه نايمين، بس من حسن الحظ ان جنب البيت بتاعنا سكن المدرسات المغتربات، فروحت قعدتلهم على السلم لحد ما يصحوا من النوم. واول ما صحيت المدرسة وشافتني قاعدة بتقولي في ايه يا سوريا، قلت لها ان انا عايزة اروح معاكي المدرسة عشان اتعلم اقرأ واكتب، عشان أصلي بالإجبية، عشان الملاك يجيب لي علبة بونبوني. هي ما فهمتش حاجة، خدتني ودخلت البيت عند ماما، قالت لها، ماما شرحت لها الموضوع، وأنا قعدت طبعا أعيط جامد وأقول لهم أنا عايزة أروح المدرسة. فأنا لما صعبت على المدرسة قالت لها أنا من بكرة هاخدها معايا، مش هيجرى حاجة وهقعدها في الفصل. هما لما هيعرفوا أن البنت دي بنت فلان الفلاني اللي هو بابا،
كان راجل ليه منصبه الاجتماعي كويس قوي، وكان في نفس الوقت غني قوي، فكان معروف. فقالت هيسيبوها تقعد معايا في المدرسة. بعد شهرين ثلاثة أنا بروح المدرسة كل يوم وبذاكر، جه المفتش عشان يفتش على الفصل، فكل ما يسأل سؤال أنا اللي برد، كل ما يسأل سؤال أنا اللي برد. قال لها البنت دي شاطرة قوي، قالت له دي بنت فلاني الفلاني، وإنت عارف إن هي يعني تتخيل إن هي مش متسجلة كمان في المدرسة. فراح قال لها لا طب هي هتيجي السنة، تعمل السنة الجاية تعمل إيه؟ دي ذاكرت كل حاجة. لا احنا انا هاخد اوراقها وهسجل لها في المدرسة وهي كده، وعلى هذا الاساس دخلت 5 سنين المدرسة الابتدائي بدل ما انا ادخل 6 سنين. عدت الايام طبعا في المدرسة وانا كنت بذاكر كويس، وكنت بروح مدارس الاحد، وماما بتقرالي في الانجيل كل يوم وتشرح لي حاجات كتير. على سن 10 سنين تقريبا، ما بين 10 و12 سنة، أنا كنت بمسك الكتاب المقدس بقراه يعني باهتمام جدا، يعني لأني كنت معجبة بكل الحاجات اللي بتتقال طبعا والقصص اللي موجودة في الكتاب المقدس. اللي أهم كمان إن أنا بدأت أقرأ كمان في بستان الرهبان، وبدأت أخد كتاب تاريخ الكنيسة القبطية، بس كل اللي أنا بقراه بدور على الحاجات الروحية. اللي على سن 12-13 سنة أنا الحقيقة وقع في إيدي كتاب كان جميل جدا، كان اسمه كتاب سلم الدرجي. الكتاب ده اللي هو للقديس يوحنا كليماكوس. الكتاب ده أنا أول ما مسكته بصراحة فرحت جدا، لأن حسيت إن أنا في إيدي كنز. هو بيعرفني الطريق اللي هيوصلني ربنا، عبارة عن سلم، السلم ده واصل من الأرض للسماء، وهو ده السلم اللي هيوصلني لربنا. وكان الكتاب ده بيركز على 3 نقط: الانفصال عن العالم، ممارسة الفضائل، الاتحاد بالله. يعني السلم ده مقسم ل3 أجزاء. الجزء الأولاني إن أنا أتعلم إزاي أنفصل عن العالم وأتنازل عن كل حاجة في العالم وفي حياتي، وكانت يعني مركز هو على الزهد والنسك، مركز على التخلي ان انا اسيب كل حاجة، ومركز على الوحدة ان انا اقضي وقت اكبر وقت مع ربنا عشان خاطر ربنا يعلمني اكتر. بعد كده مركز على ممارسة الفضائل زي الطاعة، التوبة، ذكر الموت والبكاء. الجزء الثالث من السلم هو ان انا اقرب عشان اتحد بالله، فكان مركز على السكون اللي هو الهدوء، على الصلاة، على الا هوى، وعلى المحبة. والمحبة هي قمة الفضائل والاتحاد بالله. الحقيقة ده خلاني ان انا لما ارجع تاني ابص على بستان الرهبان الاقي مثلا الانبا ارسانيوس عايز يتعلم الصمت، فيروح واخد حجر وحطه في بقه علشان لما يجي يتكلم يعني الحجر ده هيفكره خد بالك انت بتقول ايه، انت هتدي حساب عن كل كلمة بطالة تخرج من فمك. ويعني ايه كلمة بطالة؟ يعني كلمة لا تفيد، مش بقى كلمة وحشة، احنا وقت بنقول كلمة لا تفيد، ان الكلمة بتاعتك لازم تكون كلمة للبناء، سواء بناء نفسك او بناء غيرك. الكتاب خلاني برضو أبص لكل الفضائل اللي أنا بشوفها وأشوف إزاي أدرب نفسي عليها. الحقيقة أنا رحت لأبونا وقلت له من فضلك يا أبونا أنا عايزة أترهبن. قال لي يا ماما أنت سنك صغير قوي، أنت عندك 13 سنة، لما تكبري وتدخلي الجامعة في الحالة دي أنت هتقدري تقرري قرار الرهبنة بعد ما تخلصي الجامعة بتاعتك. الحقيقة لقيت الموضوع لسه مشوار طويل، قلت لا كملي بينك وبين الكتب وحافظي على انك تترهباني ولو من جوه البيت. يعني الرهبانة هي صلاة وصوم ونسك وفضائل وتخلي فقر اختياري، فخلاص ابدأي دربي نفسك على الحاجات دي كلها. الحقيقة لما كان عندي سن 15 سنة تقريبا، كانت جت تيتا، كانت تعبانة قوي وعيانة، تيتا اللي هي ام ماما، وواضح ان هي كانت يعني تعبانة جدا، فأنا كنت الحقيقة بروح أقعد جنبها وأسمعها.
في مرة راحت تيتا بتقولي بصي أنا يومين تلاتة وأنا رايحة السما، فبقول لها خلاص يا تيتا هتطلعي السما؟ قالت لي آه. قلت لها ممكن من فضلك أبعت جواب معاكي لبابا يسوع؟ قالت لي طبعا. قلت لها قولي له إن أنا بحبه قوي وإن أنا عايزة أعيش معاه وإن أنا هفضل مستنياه لحد ما يجي وياخدني معاه السما. قالت لي هو ده الجواب؟ قلت لها آه. تاني يوم أو تالت يوم فعلا تيتا كانت بتموت، فوقفت جنبها وبضغط على ايديها وقول لها من فضلك يا تيتا ما تنسيش الجواب اللي أنا قلت لك عليه توصليه لبابا يسوع. قالت لي حاضر. المهم هي توفت. أنا صممت بعدها إن أنا أدخل في تغسيل الجثمان. طبعا كلهم كانوا معارضين عشان سني صغير، بس أنا صممت وكان لي هدف إن أنا عايزة أشوف تيتا وهي بتتغسل عشان أقول لنفسي إن الصورة دي ما تمشيش من ذهنك على الإطلاق، لأن كل واحد مننا هيجيله يوم وهيقف قدام الديان العادل. إذا كانت تيتا سافرت السما النهاردة فأنا هيجي عليا الدور وهقف قدام الديان العادل اللي هيجازي كل واحد فواحد بحسب أعماله. فمش عايزة أنسى في أي يوم إن اليوم ده جاي وإن ربنا هيحاسبني على كل حاجة، وإن في اليوم ده بتفتح الأسفار وكل حاجة بتعلن قدام كل الناس. فما أعملش حاجة في حياتي أتكسف أو أندم عليها لما تتقال قدام الناس كلها. فما تخبيش حاجة، لأن كل حاجة هتتعرف في يوم من الأيام قدام الناس. في الحقيقة بعد كده في مرة روحت الكنيسة فلقيت أبونا بيتكلم عن كسر المشيئة. أنا كنت أروح الكنيسة ومعايا ورقة وقلم أو كراسة عشان أكتب أي حاجة جديدة أسمعها خلال الوعظ. لقيت أبونا بيتكلم عن كسر المشيئة وبيحكي قصة أنا كنت قريتها قبل كده في بستان الرهبان عن ثلاث رهبان، راهب متوحد زاهد، وتاني راهب كان مريض صابر شاكر على مرضه، وتالت راهب كان راهب عايش في طاعة معلمه، فكان الراهب ده بيكسر مشيئته. فلما طلعوا السماء قدام ربنا بيسألوا إنه واحد في التلاتة هيكون ليه المكانة الأعظم في ملكوت السماوات، فكان رد الملاك إن هيكون الراهب اللي عايش في طاعة معلمه اللي بيكسر مشيئته. الحقيقة كان بيتكلم عن كسر المشيئة، وأنا حسيت إن دي بالذات ربنا عايز يوصلها لي. الحقيقة استنيت أبونا بعد ما خلص ورحت له وسألته من فضلك يا أبونا إزاي أدرب نفسي على كسر المشيئة؟ الحقيقة أبونا فكر وقال لي كسر المشيئة بيبدأ بإني أكسر مشيئتي في الأكل. قلت له يعني إيه؟ قال لي يعني لما تروحي البيت، إحنا كنا في الصيام الصغير، وتقعدي تاكلي مثلا في آخر النهار، يعني بعد فترة الانقطاع اللي إحنا بنعملها نيجي في آخر النهار وناكل الحاجات اللي إحنا ما بنحبهاش مش الحاجات اللي إحنا بنحبها. أنا روحت البيت جري وكنت مبسوطة قوي وقلت أنا هكسر المشيئة بتاعتي. كان حظي وحش قوي، أول ما دخلت لقيت ماما عاملة سمك. الحقيقة أنا السمك ما بحبهوش، مش بحب الريحة بتاعته لا ني ولا مستوي. وكانت ماما لما تجيب السمك أنزل أقعد عند الست جارتنا تحتينا وأفضل مستنية لحد ماما تنظف السمك ويخلصوه ويأكلوه، لأني ريحته أنا لا تطاق بالنسبة لي. قعدت وصممت ان انا هكسر المشيئة وهاكل السمك. طبعا كان صعب جدا، مش عارفة اكله. قعدت قدام الطبق، يعني ما اقولكوش على المنظر. الاخر خالص رحت واخدة نص كيلو ليمون وعصراها على طبق السمك عشان اكله، مش قادرة. رحت واخدة الطبق ومبعدة خالص بقى عشان اهلنا، عشان يعني الاسرة ما تشوفش انا بعمل ايه. انا حطيت السمك قدامي ونزلت عياط، انهارت من العياط، مش قادرة اكل السمك. عايز اقول لكم ان دموعي ملت الطبق السمك مع الليمون اللي في الطبق، وانا مصره ان انا هاكله. غمضت عيني وسديت مناخيري وخدت السمك واكلته بالعافيه. المهم وبعد ما اكلته حسيت ان السمك بيلعب في بطني، يعني مش عارف، مش عايزه اقول لكم قد ايه الموضوع ده كان صعب عليا. المهم اكلته، وبعد ما اكلته وهديت شويه قلت له سامحني يا رب، انا مستعده اكل طبق سمك وأعصر عليه كيلو ليمون، مش مشكلة،
لو دي هي الحاجة اللي هترضيك أنا مستعدة أعمل أي حاجة عشان إن أنا أكون معاك. على ثانوية عامة لقيت ماما جايبالي لستة بتقولي أنا عارفة إنك عايزة تترهبني بس إحنا مش موافقين خالص على الرهبنة، أنتي لازم تختاري عريس دلوقتي وأنتي في ثانوية عامة عشان هي خايفة إن أنا أروح الجامعة ومن الجامعة يعني أروح دير ومرجع لهاش لأن إحنا كنا من خارج القاهرة، ولازم تختاري لك عريس دلوقتي وجايبالي لستة بـ30 عريس معيها. هي طبعا قالت يعني كلهم من ولاد خالتي ولاد أعمامي، مجرد إن هي قالت إن أنا بنتي عايزة أخطبها لقيتها جايبة لستة بـ30 عريس من أهلي ومن الكنيسة. الحقيقة بصليت لربنا بقول له من فضلك يا رب أنا مش عارفة أعمل إيه في ماما. كان أخويا عي وجه ابن أبونا من الكنيسة عشان يعمل له افتقاد. لما جه البيت كذا مرة عرف من أخويا المشاكل اللي بيني وبين ماما، وإن ماما جايبالي لستة عرسان وإن أنا لازم أختار عريس وإن أنا عايزة أترهبن. فمن هنا راح جاني وقال لي أنا عندي حل للمشكلة بتاعتك أنت ومامتك، أنا مستعدة أخطبك ولما نتخطب وتيجي الجامعة السنة الجاية، هو كان طالب برضو في الجامعة، أنا هوديكي الأديورة وهخليكي تشوفي البابا شنودة وهخليكي تشوفي الأسقفة في القاهرة وتقولي لهم إن أنت عايزة تترهبني وكل حاجة، بس أنا هيكون ليا شرط واحد إنك لو ما ترهبنتيش إحنا هنتجوز، لأن الرهبنة دي بتبقى دعوة من ربنا وده اختيار لله، نصلي وربنا هو اللي يوفقنا. الحقيقة أنا لقيت الاقتراح بتاعه كان حلو وكان فيه حكمة، وقلت له أنت عارف إن أنا عايزة ترهبن؟ قال لي آه أنا مش معترض. قلت له خلاص يبقى إحنا اتفقنا، وفعلا رحت مع ماما وقلت لها أنا هتخطب للشخص ده واللي هو ابن أبونا، ويا ستي كده أنت ارتاحي وطلعي الموضوع من دماغك. دخلت أولى جامعة، أنا كنت شاطرة جدا في دراستي، دخلت أولى جامعة ودخلت كلية هندسة القاهرة، وأنا في أولى هندسة بدأت أصلي جامد لربنا من فضلك يا رب مش أنت أبويا اللي أنا بقولك كل يوم أبانا الذي في السماوات؟ لو أنت أبويا وأنا عايزة أخد قرار في حياتي، ما هو أنت لازم تديني قرار. هو في بنت ممكن تعمل حاجة في حياتها من غير ما ترجع لأبوها ويقول لها آه أو لأ؟ ولو أنا عايزة ترهبا يعني أنا عايزة أكون عروسة المسيح، في واحدة ممكن تروح تتجوز واحد من غير ما تاخد موافقته؟ مش انت العريس اللي لازم تقولي اذا كنت موافق ان انا اترهبن ولا لأ؟ الحقيقة انا صليت الصلوة دي ونمت وكنت متأكدة جدا ان ربنا هيرد علي. مجرد ما نمت لقيت نفسي يعني في صوت جنبي، ولقيت نفسي لابسة فستان ابيض جميل قوي وفي يونكات بيضة في شعري وجزمة حلوة قوي، ولقيته واخدني عند مكان عند جبل عالي خالص، ولقيت الصوت بيقول لي اطلعي. الحقيقة أول ما قال لي اطلعي أنا مش شايفة حد، أنا سمع صوت، خدت الجبل وطلعت بسرعة بسرعة، يعني أنا طلعته طايرة، أنا مش طلعته بتسلقه، في ثواني أنا كنت فوق الجبل. أول ما طلعت فوق الجبل حسيت كأني بفتكر القديس أغسطينوس اللي بيقول لما تكون فوق جبل العالم هتحس بالحرية وهتحس انك مش محتاج اي حاجة من الدنيا، وده الحقيقة كان احساسي ان انا مش عايزة حاجة من الدنيا خالص واللي عليها. بعد كده بصيت لقيت بيفرد لي طريق بين يعني في كذا جبل، فانا فوق قمة الجبل ده وشايفة جبل تاني الناحية التانية، وراح فرد لي طريق من قمة الجبل ده لقمة الجبل التاني، بس الحقيقة اللي بيفردهولي ده عامل زي رولو ورق الألمونيا اللي احنا بنغلف بيه الأكل، يعني خفيف خالص كده، وراح فرده جاي الطريق بين الجبلين، بس الطريق ده واسع شوية يعني ساعة عربية رايحة وعربية راجعة، والطريق ده من غير سور. فأنا ببص على الطريق كده فبيقولي عدي عدي، خد بالكوا أنا هندسة يعني عارفة يعني إيه كوبري ورياكشن وأكشن ولود وحاجات كتير، يعني ما ينفعش يتعدى على حاجة زي كده. بس أنا لقيت نفسي بقول حاجة عجيبة جدا، بقول له
يا رب على كلمتك ألقي الشبكة، أنا هعدي على كلمتك مش هعدي على الطريق. الحاجة التانية بقول له أنت القادر تعدي سوريا على ورق الألمونيا زي ما مشيت بطرس على المية ورحت داخلة على الطريق ومشية. طريق فاضي وجميل جدا، عالي قوي وفي الهو. كل ما بدخل في الطريق الحقيقة كنت بلاقي عواميد بتنور الطريق، والعواميد دي جميلة قوي. كل ما أقف تحت عمود يقول لي ده الأنبا أنطونيوس اللي انت كنت بتحب تقري الأقوال بتاعته، ده الأنبا أرسينيوس اللي انت تعلمتي منه الصمت اللي كان بيحط الحجر في بقه أو الزلطة في بقه، ده الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، ده أبو مقار، ده الأنبا بيشوي الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح. كنت مبسوطة قوي وفرحانة قوي بيهم، هي مجرد عواميد بتنور لك، كانوا هم دول اللي بينوروا لك الطريق. وصلت في النص بين الجبلين، بصيت لقيت علامة أسطب محطوطة، أنا الحقيقة شفتها لكن أنا رحت مكملة دخلة. الصوت ما قاليش ستوب، ما حدش قالي ستوب، رحت مكملة ودخلة. في ثلاث أرباع الطريق لقيت إن في زي قطع من الذهب مرمية في الأرض. أنا زي البنوتة الشطورة رحت الميلة وقعدت ألم في الذهب وأحط في جيوب الفستان، وخدت حجر الفستان كمان وحطيت فيه ذهب. أنا برفع راسي لقيت الناحية التانية على الجبل التاني المسيح واقف وجنبه العذراء وواقف وبيبصلي قوي. أنا رحت قايمة بسرعة، رحت لما حجر الفستان ورحت واخدة بقية الطريق جري بسرعة جدا. وصلت عند المسيح العذراء اختفت، رحت مفضية كل الذهب اللي في حجري تحت رجليه وقعدت ببصله. أنا مش شايفة أنا بعمل إيه، لكن كل اللي أنا بعمله إن أنا عمالة أفضي في الذهب، عمالة أفضي في الذهب اللي في جيوبي واللي في حجري وفي كل حتة وبرميه في الأرض. هو الحقيقة بصلي وساكت خالص مش بيتكلم لحد ما أنا فضيت كل حاجة. راح بصلي وقال لي أنت شايفة أنت جبتي إيه؟ فأنا رحت بصة بسرعة على الأرض، لقيت إن الأرض كلها رملة وفستاني اتوسخ شوية، فبدأت أنفضه بإيدي بسرعة قوي وعمالة أنفض وزعلانة قوي على الفستان اللي أخد رملة. فبيقول لي أدي أول درس ما تنسيهوش، ذهب العالم كله رملة. فقلت له حاضر، فراح قال لي هيه عايزة ايه؟ زي مثلا بيقول لي انت عمالة بتصلي وعمالة تسأليني انت عايزة ايه؟ ايه اللي انت عايزة؟ فبقلت له يا رب انا عايزة اترهبن. راح سألني سؤال، هي الرهبنة وسيلة ولا هدف؟ الحقيقة كنت أول مرة بسمع سؤال زي كده، أنا عمري ما فكرت في حاجة زي كده، لكن بسرعة رديت عليه قلت له طبعا وسيلة يا رب. قال لي وإيه الهدف؟ قلت له الهدف أنت، الاتحاد بالله هو الهدف، لأن طبعا أنا مذاكرة من الكتب. فراح قال لي طيب كويس أنا مواه. لا قبلها راح قال لي طب إيه هي الرهبنة؟ قلت له الرهبنة إن أنا أسلم حياتي ليك. لقيته بيرد علي وبيقول لي أنا موافق. فأنا فرحت قوي وكأن كل حياتي، لقيته فاتح إيديه اليمين وبيقول لي هاتيها، فكأن أنا في قبضة إيدي اليمين كل حياتي، رحت حطاها في إيده هو اليمين، بصيت لقيته كأنه أخدها مني وراح حطتها جوه قلبه. أول ما حطها جوه قلبه أنا حسيت إحساس عجيب قوي، حسيت بحب عجيب قوي، حسيت بحنية عجيبة قوي، حسيت إن أنا فرحانة قوي، مبسوطة قوي. السعادة اللي جوايا لا يتخيلها أي إنسان. وبصيت لقيته بيقول لي دلوقتي أنا استلمت حياتك. قلت له أيوة. قال لي هتمشي بدماغك ولا هتمشي بدماغي؟ فأنا بصيت كده وقلت له، بصيت له كده، فراح عايد تاني هتمشي براسك ولا هتمشي براسي؟ فأنا لما قال راسي وراسك قلت له لا أنت يا رب راس الكنيسة، كلنا بنمشي براسك أنت،
أنا همشي بدماغك. فقال لي متفقين؟ قلت له أيوة متفقين. وأنا فرحانة بقى، وأي حاجة هيقولها لي المسيح أنا هنفذها. قال لي أي حاجة هقولها هتنفذيها؟ قلت له طبعا يا رب وبكل افتخار. بصيت لقيته بيقول لي هتنزلي الأرض وهتتجوزي خطيبك. أنا الحقيقة بقول له بس أنا كنت عايزة دير. راح رادد علي وقال لي بس أنا عايز كنيسة. وساعتها بصيت له وصحيت من النوم، خلصت الرؤية على كده. لما صحيت أنا حسيت يعني كم يوم كده فترة، إزاي أنا اترهبنت؟ إزاي هو موافق إن أنا اترهبن؟ وإزاي بيقول لي اتجوزي؟ أنا كل الفترة اللي في حياتي اللي فاتت عمري ما فكرت إن أنا هتجوز. وفي نفس الوقت طيب هو أنا كنت عايزة دير، هو عايز كنيسة، هو راس الكنيسة، هو اللي بيمشيني. فطبعا أنا قلت في كل الأحوال يا رب أنا عايزاك، أنا عايزة أمشي معاك، أنا عايزة أفكر بطريقة إيجابية. المهم إن أنا أوصل في الآخر إن أنا أكون مع المسيح، ومش إن أنا أكون مع المسيح بس. أنت بتدوري على كنيسة ولا في دير؟ ده بيقولك أنا هاخدك وهحطك جوه قلبي. أنت عايزة مكان أحسن من كده إيه؟ هو ده الاتحاد بالمسيح. وبيحدد لك كمان المكان إنك لما هتتحدي بالمسيح هتكوني فين؟ الحقيقة قلت لنفسي يلا بسرعة فكري بطريقة عملية. فكري انك فعلا تغيري الاتجاه، انت مش هتترهباني، انت هتعيشي في العالم. طب ازاي يا رب هقدر اعيش في العالم واحافظ على كل المبادئ اللي انا اتعلمتها؟ الحقيقة انا كنت سعيدة وفعلا قلت اوكي انا هتجوز، وهجوز الانسان اللي هو ابن ابونا، هو انسان كويس جدا وجواه حكمة كبيرة قوي، وربنا مديله نعمة حلوة قوي، مش هي دي المشكلة خالص. بس ازاي انا هحافظ على كل المبادئ اللي انا اتعلمتها في وسط العالم؟ هو ده السؤال. بس جيت له بقول له يا رب لتكن مشيئتك في كل شيء، انا عايزة امشي معاك وبس، مش انت اللي هتقود حياتي، ما انت هو الطريق وانت هو الحق وانت هو الحياة. المهم ان انا اوصل معاك للحياة، همشي بيك الطريق هتوصلني للحق اللي هي الروح القدس، وهمشي بالروح القدس هتوصلني لحضن الاب اللي هو الحياة. الطريق مع ربنا هيكون ليه معالم محددة، ربنا هيعلمني حاجات محددة. عايزة اقول لكم انا شفت المسيح بعد كده 4 مرات، وكل مرة هيعلمني حاجة جديدة وبيفهمني حاجة جديدة وبيخليني أفتح دماغي وبيعمل لي استنارة عقلية لحاجة جديدة. اسمحوا لي أنا هقف لحد كده. المرة الجاية هقول لكم أنا شفت المسيح للمرة التانية فين وليه وكان بيقول لي إيه. خلال فترة الحياة في الآخر هقول لكم أنا بدأ مع المسيح كان عندي 5 سنين. وأنا حاسة أن أنا ماشية معي. النهاردة أنا عندي 60 سنة. سوريا عبدة المسيح. مش عايزة أقول جملة واحدة وهشوفكم المرة الجاية نكمل مشوار الحياة. هقول تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأن القدير صنع بي عجائب، اسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال. من جيل لجيل كان مع الأم النور العذراء مريم، والنهاردة هو جه ومشي معايا. يا رب ليك كل الملك والقوة والمجد والبركة والعزة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. هشوفكوا في الجزء الجاي مع المرة التانية اللي أنا شفت فيها المسيح، أمين.